محاضرة اليوم هي المحاضرة رقم 13، وهي محاضرة هامة وسهلة في نفس الوقت. تتكلم على موضوع الـ Ideal Gas Equation، وطبعا كلمة Ideal Gas هي الغاز المثالي، وإكويجن معادلة. ولماذا هذه المعادلة مهمة؟ لأنها بتربط ما بين الثلاث متغيرات أساسية في علم الثيرموداينامكس، اللي هي البرشر والفوليوم والتمبريتشر. طبعا هذا الموضوع يجي ضمن المواضيع الأساسية في هذه الوحدة، اللي احنا طبعا اتناولناها كمقدمة، ومن ثم الثيرمال اكسبانشن، والآن حندرس اللي هي الجزء ما قبل الأخير اللي هو بنسميه الـ Ideal Gas Equation. طبعا في هاي المحاضرة بدنا نعرف ما هو الغاز المثالي، ومتى يكون الغاز اللي بنتعامل معاه مثاليا. هذا الكلام طبعا بيجيب عليه الثلاث شروط الأساسية التالية. الشرط الأول انه الغاز المثالي يكون له او حجم جزيئاته مهملة بالنسبة لحجم الوعاء الذي يحتويه. النقطة الثانية التصادمات التي تحدث ما بين جزيئات الغاز، هي تصادمات مرنة فيش فقط في الطاقة، والحركة عشوائية لجميع جزيئات الغاز. إذا نظرنا إلى الغاز الموجود في الغرفة فنجد أنه بيتحقق عليه شروط الغاز المثالي. أول شيء حجم جزيئات الغاز مهمل بالنسبة لمين؟ للوعاء الذي هو حجم الغرفة الكامل، والتصادمات تصادمات مرنة، والحركة حركة عشوائية. لذلك دائما يمكن اعتبار الغاز الموجود عند الضغط الجوي وعند درجة حرارة الغرفة هو غاز مثالي. أما الغاز الموجود في إطار سيارة أو موجود في أنبوبة غاز أو جرة غاز، هذا يكون غاز منبوب، وبالتالي لا يكون غاز حقيقي. الغاز في طبقات الجو العليا برضه بيكونش غاز مثالي، بيكون غاز حقيقي. لذلك الغاز اللي في الظروف القياسية درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي تعتبر غاز مثالي. الغاز المثالي طبعا له ثلاث متغيرات: بريشر وتمبريتشر وفوليوم. أي غاز بيتحدد من خلال الثلاث متغيرات هذول. ما علاقة هاي المتغيرات في بعض؟ قام العالمين بويل وتشارلز بعمل تجربتين منفصلتين واكتشفوا ما يلي. طبعا التجربة لما تدرس الثلاث متغيرات عادة ايش بتعمل؟ بتثبت متغير عشان تفهم العلاقة ما بين المتغيرين الآخرين. فالعالم بويل زي ما انت شايف في الشكل قام بتثبيت درجة حرارة، ودرس العلاقة ما بين الحجم والبرشر، فوجد في التجربة تبعته اللي كانت معتمدة على المكبس والبستون أن الغاز عند ثبوت درجة حرارة T يتناسب فيه الضغط عكسيا مع مين؟ مع الفوليوم. وبالتالي كل ما زاد الضغط على المكبس كل ما صغر حجم الغاز في الاسطوانة. وكيف ضمن ثبوت درجة حرارة؟ من خلال اختيار مكبس ذو جدران رقيقة تسمح بتسرب الحرارة. وبالتالي كلما ضغط بالمكبس ارتفع درجة حرارة، لكن الجدار تسمح بوجود اتزان حراري مع هواء الغرفة، فتصبح درجة حرارة بعد فترة هي درجة حرارة الغرفة. إذا درجة حرارة ثابتة ولا مش ثابتة؟ السماح لها إنها تتبدد إلى الخارج. ومن هنا تم دراسة العلاقة ما بين البرشر والفوليوم عند ثبات درجة حرارة. فكانت النتيجة إنه V تتناسب عكسياً مع الفوليوم. وهذا طبعا القانون الذي وضعه بويل. وان جاز كيم
kept at constant temperature, its pressure is inversely proportional to the volume. ويرمز للبرشر بالرمز P ويرمز للفوليوم بالرمز V. وبالتالي العلاقة التناسبية البرشر بيساوي أو يتناسب مع 1 على P. تشارلز في المقابل قام بتثبيت البرشر وذلك بالسماح للمكبس أن يتحرك بحرية مطلقة، فوضع المكبس الآن في حالة انعزال تام بحيث أن تختار مكبس ذو جدار معزول لا يسمح بخروج الحرارة أو دخولها، والمصدر الوحيد للحرارة كان عبارة عن لهب بنزين تسخين، ووضع مقياس لدرجة الحرارة هنا. الآن عندما تزداد درجة الحرارة، لو هذا المكبس مثبت بإحكام الحجم بيكون ثابت، ومن يزداد الضغط. يعني ممكن انت تعمل هاي التجربة وتقيس الحرارة والضغط وتشوف العلاقة بينهم وتجد انها علاقة طردية. لكن تشارلز ايش عمل؟ ترك المكبس يتحرك بحرية بحيث ان الضغط الغاز دائما يكون هو الضغط الجوي. والذي يزداد في الحالة هذه الحجم عن طريق التمدد الحراري لجزيئات الغاز، ووجد انه الفوليوم يتناسب طرديا مع مين؟ مع التمبريتشر at constant pressure. الآن لو اجينا جمعنا الاستنتاجين هذول مع بعض لوجدنا انه V في V تساوي الثابت اللي هو number of moles الثابت العام للغازات في درجة الحرارة، حيث ان ال V هي دلالة على ال pressure وال volume V وال N number of moles والآر هي ثابت العام الغازات الغاز كونستانت والتي هو التمبريتشر الكلفر. هذا القانون يسمى الايديال غاز ايكويشن، معادلة الغاز المثالي. وهنا زي ما انت شايف تربط البي مع البي مع ايش؟ مع التي. والثابت العام الغازات ار بياخذ القيمة اللي هي 8.31 جول على مول على كلفن، ولذلك درجة الحرارة تبعتي يجب أن تكون بإيش؟ بوحدة الكلفن. لا يجوز أن تستخدم أي وحدة ثانية طالما أنت استخدمت وحدة الآر جول على مول على كلفن، والمول هي وحدة الإن عدد المولات. ومن أين أتت وحدة الجول؟ مين بيعرف؟ الجول هو وحدة الشغل، والشغل هنا هو على حاصل ضرب الضغط في الحجم. وبالتالي اصبح لديك بي في في وحدتها ايش هذه؟ نيوتن على المتر المربع مضروبه في متر مكعب يعطينا نيوتن في متر ونسوي ايش؟ جول. ولذلك تستغربش لو انك انت شفت وحده الجول كوحده لحاصل ضرب الضغط في الحجم، لانه في المناظر الميكانيكي لما انت بتبذل قوه بتحرك صندوق فالشغل بيساوي القوه في المسافه التي تحركها الصندوق، بينما لما نتكلم في الغازات القوه يناظرها مين؟ البرشر، والازاحه يناظرها الحجم، تغير في الحجم. اذا الشغل في حاله الثيرموداينامكس يساوي البرشر في التغير في ايش؟ في الحجم. من معلوماتنا السابقه نعرف انه في علاقه وطيده ما بين النمبر اوف مولز والنمبر اوف مولكيولز، بحيث انه دائما وابدا في كل غاز اي نوع من الغازات الواحد مول بيساوي عدد افوكادرو من هذه من جزيئات الغاز. عدد افوكادرو زي ما انت بتعرف هو بيساوي 6.022 في 10 قوة 23 مولكيول لكل مول. وبالتالي لو انا اجيت كتبت العلاقه ان نمبر مولكيولز يساوي نمبر اوف مولز مضروبه في مين؟ في عدد الافوكادرو. اذا النمبر اوف مولز تبعتي ايش بتساوي؟ نمبر اوف مولكيولز على عدد افوكادرو. وبالتالي لما تخش هذا في القانون بي في بيساوي ان ار تي، بدل الان بدي احط ان على ايه
ثابت جديد يعرف باسم ثابت بولتزمان، وله القيمة لو قسمت انت 8.3 على 6 في 10 خطوة 23 بيطلع معاك اللي هو القائمة 1.23 و1 جول على بول، جول على كيلو اسف. ويصبح القانون تبعي بي في في يساوي ان كابيتال كي في تي، حيث كي هذا هو بنسميه بولتزمان كونستانت، وبولتزمان هو عالم مشهور من العلماء في الفيزياء. وهيك بنكون عندي قانونين، القانون الاول بي في بيساوي ان ار تي. لو انا اعطيتك عدد المولات تستخدم هذا القانون، لو اعطيتك نمبر اوف مولكيولز تستخدم بي في بيساوي ان كي تي، والثابت كي وار معطيات في المسائل. وبامكانك تحول من مول الى نمبر اوف مولكيولز من خلال العلاقات اللي بتربط بينهم من خلال رقم أفوجادرو. طيب الان الضغط يعطى بعدة وحدات، هذه الوحدات حسب الاستخدام هي وحدات دارجة، ولكن في المسألة لما باجي بعوض لازم استخدم وحدة الباسكال اللي هي الوحدة المعتمدة في نظام الـ SI unit اللي أساسها النيوتن على المتر المربع. فعندك بالإضافة إلى الباسكال وحدة البار، لما واحد مثلا يروح ينفخ عجل السيارة ويعرف الضغط تبعه صح ولا لا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، مقياس الضغط طبعا المنفاخ بيكون بوحدة البار، وبينصح بعدد معين من وحدات البار حتى يكون هو الضغط المناسب للإطار تبع السيارة. وكذلك لما تعبي جرة الغاز برضه بوحدة ايش؟ البار. أيضا هنالك وحدة الأتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي، وفي عندك وحدة المليمتر زئبق، وهي وحدة طبعا اعتقد انها مستخدمة في جهاز مقياس الضغط تبع جسم الانسان. ووحدة المليمتر زئبق هي وحدة التور. واذا ارادت انك تعرف علاقات التحويل، انا بيهمني تعرف انه كل واحد اتموسفيريك بريشر بيساوي 1 × 10^5 باسكال، والبار بيساوي برضه 10^5 باسكال، اما التور بيساوي 133 باسكال. يعني تقدر تستخلص علاقات التحويل الثلاثة هدول الأهم بالنسبة لك في هذا الكورس، انك كيف تحول من اتموسفيريك بريشر إلى باسكال، ومن تور إلى باسكال، ومن بار إلى باسكال. واضح الفكرة؟ طبعا اللي مرت معاكم اللي هي الاتموسفيريك بريشر، لكن مش غلط لو أعطيت يعني اتموسفيريك بريشر والبار نفس الشيء، تقدر تستخدمهم نفس الشيء لانه مقياس التحويل قريب جدا من بعض. انا 1.01. اما بالنسبه لوحده التور او المليمتر زئبق فهي تعادل 133.3 باسكال. في عندي ثلاث امثله بتغطي ثلاث جوانب مختلفه، بدنا نمر عليهم حتى نتعلم كيف نستخدم هذا القانون. السؤال الاول: An ideal gas occupies a volume 100 cm² at temperature 20 degrees C at the pressure 100 pascal. Determine the number of moles of the gas in the container. طبعا occupies يشغل، حيز او حجم مقداره 100 cm³. لاحظ هنا انه عدد المولات يعطى من قانون عام الغازات بي في بيساوي ان ار تي، واستخدمت هذا القانون لأن السؤال بقول لك نصا وحرفا انه انا عندي ايديال جاز، فبالتالي عدد المولات تبعتك ايش بيساوي؟ بي في في على ايش؟ على ار في تي. الان ار بوحدة الجول على مول على كلفن، اذا لازم تكون درجة حرارة بالكلفن، ولازم عشان يكون عندك بالجول لازم يكون الضغط بوحدة الايش؟ الباسكال. طيب الفوليوم بوحدة المتر المكعب، إذا ال 100 متر مكعب أحولها لإيش؟ في 10^6. إذا بصير 100 × 10^6 لأنه أنا بحول من سنتيمتر مكعب إلى متر مكعب، وال 20 ديجري سي بجمع عليها 200
73 عشان تصير بالكلفن بصير 293. وال 100 باسكال تبقى كما هي، بيظهر عندك نمبر ايش؟ اوف مولز. لو ضربت نمبر اوف مولز في عدد افوكادرو بتطلع عدد الجزيئات. المطلوب الثاني وات از ذا نمبر اوف مولكيولز ان ذا كونتينر، فبيطلع معك رقم مضروب في 10 قوة 23، فبيطلع عدد ايش؟ كبير من الجزيئات موجود في داخل هذا الكونتينر. اذا هذا المثال هدفه انه يعلمنا كيف احول الوحدات حتى ايش؟ ما اغلطش في ايجاد النتيجة الاخيرة. اما اذا واحد فيكم ضرب 100 باسكال في 100 سنتيمتر مكعب وقسم على 8.3 في 20 بيطلع معك رقم غريب جدا ليس له علاقه في الواقع او الحقيقه. اكزامبل 2 بيور هيليوم جاز ادميتد انتو اتانك. اذا ايش معنى ادميتد؟ ادخل في تانك خزان كونتيننج موفابل بيستون. كلمه موفابل بيستون قابل للحركه. The initial volume and temperature and pressure of the gas 15 10 ناقص 3 متر مكعب و 200 كيلو باسكال و 300 كلفن. هذه الحالة البدائية. ماذا حدث؟ The volume decreased إلى 12، من 15 نزل إلى 12 and the pressure increased إلى 350. What is the final temperature؟ إذا في عندي حالة ابتدائية وحالة نهائية، القاسم المشترك بينهم عدد المولات لم يتغير. إذا معنى ذلك عدد المولات يساوي كونستانت يساوي بي بي على ار في تي. فهذا يساوي إذا بي واحد بي واحد على ار في واحد يساوي بي اثنين بي اثنين على تي اثنين على ار بلاش واحد. إذا معنى ذلك في واحد معروفة، في واحد معروفة، في واحد معروفة، في اثنين معروفة وفي اثنين معروفة، بجيب التي. وفي الحالة هذه ما بهمش تترك الوحدات زي ما هي. لأنه بيكنسلوا بعض، ووحدة المجهول هي وحدة الايش؟ المقابلة لها، إذا هذه الكلمة بتطلع بالكلمة زي ما هي بالإنجليزية. بتطلع بالإنجليزية. وهنا بتطلع درجة حرارة من 420. اي انها زادت من 300 الى 420. طيب نشوف السؤال اللي بعده. 1 مول اوف اوكسجين جاز ات بريشر 6 اتموسفير اند تمبريتشر 7 ديجري سي. لاحظ لاول مره بناخذ البريشر بوحده ليش؟ الاتموسفيريك بريشر. اوتوماتيك لازم احولها لمين؟ لباسكال. الا اذا كانت عندي نسبه وتناسب. زي هذا. If the gas is heated at constant volume. الحجم هنا ثابت. Until the pressure triple. ثلاث مرات تضاعف الضغط. اذا البريشر كان بي صار اصبح 3 بي. أوجد ذا فاينل تمبريتشر. الآن مين اللي ثابت عندي؟ النمبر اوف مولز والحجم والآر. إذا صار عندك قانون بسيط إنه بي واحد على تي واحد على تي واحد بيساوي بي اثنين على تي اثنين. إذا بي واحد هذه عبارة عن بي ودرجة الحرارة إذا كانت سبعة وهذه مع هذه بتروح بصير الحرارة النهائية كام؟ فهنا بنحولها لكلفن فبتطلع معايا 840 ايش؟ كلفن. المطلوب الثاني من السؤال إذا جاز المرة هذه heated until both pressure and temperature آسف until both volume and pressure double. إذا زاد مقدار الضغط بمقدار الضعف وزاد مقدار الحجم بمقدار الضعف. درجة الحرارة حتزيد بمقدار أكثر من 840 ولا لا؟
حنزيد اكيد لانه الحجم لم يبقى ثابت، وفي الحاله هذه اصبح عندي القانون انه بي في القانون هذا اللي بستخدمه بصير هنا بي في على تي واحد بيساوي 2 بي في 2 ايش؟ بي على مين؟ على تي 2 وهنا البي مع البي والبي مع البي مع بعض بصير عندي 1 على تي 1 بيساوي 4 على تي. وبالتالي بتصير هنا بدل ما كانت 2 او 3 في 280 صارت 4 في 280، معناته درجة الحرارة اصبحت 1120 درجة كلفن اعلى من الاول، وبالتالي استطيع اني احسب او اتنبأ بماذا سوف تكون عليه درجة الحرارة لو زاد الضغط بمقدار الضعف او زاد الضغط بمقدار ايش؟ الحجم بمقدار الضعف وهكذا. طبعا هذه التطبيقات على قانون العامل الغازات. هيك بننهي محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.